أهلا بكم مشاهدينا، حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها للحديث عن تحركات المبعوث الأممي مارتن جريفيث وإعلانه تحديد إطار عام لخطة إعادة مسار المفاوضات السياسية. حدد المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث موعد إطلاق الإطار العام لخطته منتصف الشهر المقبل استعدادا لإطلاق مفاوضات سلام. وقال المبعوث الأممي في بيان مقتضب إنه أحرز تقدما في وضع إطار عمل للمفاوضات بين الأطراف اليمنية، مؤكدا اعتزامه طرح الخطة على مجلس الأمن في يونيو المقبل، وأضاف أنه يتطلع إلى إعادة إطلاق مفاوضات السلام بشكل رسمي عقب ذلك. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: هل تتمكن الأمم المتحدة من إعادة الأطراف السياسية لطاولة المفاوضات هذه المرة؟ وما هو الشكل التفاوضي المحتمل؟ وما إذا كان ثمة أطراف جديدة ستشارك في هذه المفاوضات؟ نتابع هذا التقرير ونبدأ النقاش مع ضيوفي. تقدم سياسي في خضم هائل من التحديات. فبعد نحو شهر تقريبا أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث عن تحقيق تقدم في إنجاز إطار عمل للمفاوضات قد يفسح المجال لإطلاق مفاوضات السلام بعد إحاطته الثانية لمجلس الأمن المتوقع أن تتم في منتصف الشهر القادم. تقدم يجري في وسط جمود في تحركات المبعوث الأممي، فباستثناء زيارته الثالثة إلى الرياض ولقائه الحكومة اليمنية الشرعية لم يستكمل المبعوث الأممي جولته المنتظرة والتي كان يفترض أن تشمل صنعاء للقاء قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية بالإضافة إلى بقية الأطراف اليمنية المعنية بالتسوية السياسية للحرب. لكن المبعوث الأممي أكد أن عدم زيارته إلى صنعاء لم تفضي إلى عرقلة وصوله إلى قادة الميليشيا لفهم وجهات نظرهم بشأن إطاره للمفاوضات بنحو أفضل، دون أن يوضح متى وكيف التقى بممثلي الانقلابيين ليصل إلى نتيجته المتفائلة تلك. وفي حين أعرب المبعوث الأممي عن امتنانه لاستمرار الوصول الفوري الذي ما برح يحظى به من قبل جميع الأطراف، فإنه عبر في الوقت نفسه عن القلق الشديد إزاء الأثر السلبي للتصعيد الأخير للهجمات على العملية السياسية، ودعا في هذا الصدد الأطراف إلى أن تتخذ تدابير طارئة للحد من التصعيد سواء أكان من جراء الصواريخ أو من الهجمات الجوية أو البرية، وتجنب على ما يبدو الإشارة الصريحة إلى التطورات الأخيرة التي شهدها أرخبيل سقطرى إثر التصعيد العسكري للإمارات ضد السلطة الشرعية هناك. في وقت أكد فيه السفير الأمريكي ماثيو تولر أهمية استمرار التنسيق الدائم بين جميع دول التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن لتحقيق أهداف التحالف والتركيز على العدو الفعلي لليمن والتحالف وهو ميليشيا الحوثي ومن ورائها إيران وفقا لبيان وكالة الأنباء اليمنية. ودعا تولر خلال لقائه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي إلى دعم جهود المبعوث الأممي لترتيب مفاوضات سياسية تفضي إلى حل مستدام. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا المحلل السياسي من العاصمة الأردنية عمان السيد عبد الناصر المودع. سيد عبد الناصر مساء الخير. أهلا مساء الخير. أهلا بك سيد عبد الناصر. في البداية يعني تحركات جديدة للمبعوث الأممي وأيضا تحديد إطار تفاوضي جديد، هل تنجح هذه التحركات في تهيئة الأجواء لتنفيذ خطة المبعوث الأممي الجديدة؟ مساء الخير. مساء. طبعا البيان الذي ذكره المبعوث الأممي هو يتحدث عن إطار، أنه الآن بصدد وضع إطار للمفاوضات، بمعنى أن وهذا يشير إلى تعقيد المشكلة بأنه حتى إطار المفاوضات لا زال موضوع يحتاج إلى جهد وإلى وقت استغرقه أكثر من شهرين الوضع هذا الإطار. ويبدو من خلال التحركات واللقاءات التي قام بها المبعوث أو موظفين من قبله بأن هناك رغبة لديه بأن يختلف إطار المفاوضات عن ما تم في السابق، بمعنى أنه في السابق تم بين الحكومة أو السلطة التي يعترف بها العالم، وحينها كان المؤتمر الشعبي والحوثيين. يبدو أن هناك فكرة ربما أن يختلف هذا الوضع،
وأن يكون هناك ممثلين عن جميع القوى السياسية الفاعلة على الأرض. نعم. وفي هذه الحالة ستختلف الصيغة القديمة، رغم أن الحكومة لا تريد أن تختلف هذه الصيغة، لا تريد أن يكون هناك تعامل وكأن هناك أطراف متصارعة بما فيها الأطراف التي تمثل السلطة أو سلطة الرئيس هادي وحكومة. نعم، لكن بالنسبة للحديث عن هذا الإطار، الإطار لم يحدد ولم يعني يعرف شكل هذا الإطار، خصوصا يعني أن المبعوث الأممي لم يوجد توضيحات أكثر، وأيضا حتى الأطراف التي اتفقت معه على الإطار أو أبدت الموافقة المبدئية لم توضح شيء من هذا الجانب. يعني هل تتوقع أن تكون هناك إضافات على هذا الإطار، أو ربما إضافات على المرجعيات الثلاث، أم أنه يعني سيتخذ نفس الشكل السابق؟ يعني هو لما يقول الآن أنه إطار للمفاوضات بمعنى أنه سيختلف عن النهج السابق، لو كان نفس النهج السابق لما احتاج إلى أن يقول أن هناك نهج جديد، لأنه أنا الآن أقول تكهنات ولا أقول معلومات، أقول تكهنات بأن الإطار ربما يشمل هذه الصيغة. الحديث عن مرجعيات الثلاث، طبعا هذه الصيغة أو هذه الكليشة الكثيرين يرون بأنها ليست إلا حيلة من قبل سلطة هادي بأن تمدد له السلطة، لأنه يدرك أن هذه المرجعيات الثلاث جزء منها قد تجاوزه الزمن ولم يعد له وجود، مثل المبادرة الخارجية. نعم. عمليا لم يعد لها الأساس الذي قامت عليها المبادرة الخليجية وهي حكومة الوفاق، انتهت في 2014 وساهم هادي والحوثيين بإنهائها، وبالتالي أي حديث عن المبادرة الخليجية الآن ليس له معنى. قضية مؤتمر الحوار بصيغة بالأفكار الكثيرة التي حواها أيضا جزء منها لم يعد أهمية، وكذلك قرار مجلس الأمن أيضا الذي أتى مباشرة بعد بداية الحرب، هناك إحساس بأن هذا القرار لا يمكن تطبيقه. نعم. كما تم الإعلان عنه، وبالتالي هذه المرجعيات وإن لم تستطع الأطراف أو أحد الآن في الوقت الحالي ولا يستطيع حتى المبعوث الأممي أن يصرح بأنها ليست هي المرجعيات. نعم. لكن عمليا في حال كانت المفاوضات بإطار مختلف، بمعنى أن يكون أشبه بمؤتمر حوار لجميع الفرقاء السياسيين، في هذه الحالة تكون هذه المرجعيات أيضا قد أصبحت مرجعيات في الخلفية وليست مرجعيات تلزم المتحاورين بالتفاوض في إطارها. نعم، إذن تكرم بالبقاء معي سيد عبد الناصر. أشرك معنا في الحديث مستشار وزير الإعلام فيصل العواضي، سينضم لنا من الرياض. سيد فيصل مساء الخير. مساء الأنوار. يا مرحبا بك سيد فيصل. يعني ما هي فرص عودة المسار السياسي في ظل التعقيدات السياسية وأيضا العسكرية في اليمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا رمضان كريم على الأمة الإسلامية وعلى شعبنا اليمني، نسأل الله أن يعيده باليمن والبركات. آمين. حقيقة أي عمل للمبعوث الأممي هو في إطار قرارات الأمم المتحدة. نعم. والمرجعيات التي التزم بها العالم، ليس هناك أي إطارات جديدة ولا أي رؤى جديدة. ومع احترام الشديد للأخ الذي معك، هذا أحلام جماعة الدوحة الذين يحلمون بسقوط كل المرجعيات، من ثم يحصل فراغ يدخلون منه أو يطلون برؤوسهم خلاله. طيب سيد فيصل، على ماذا بنيت تأكيدك؟ يعني هل لديك ما يؤكد أن الإطار لن يخرج بشكل أساسي عن المرجعيات الثلاث، أم أنه يعني بنيته على رأيك الشخصي؟ لا لا، على رأي على أولا على تصريحات المبعوث الأممي الذي أكد بأنه لن يخرج عن هذه المرجعيات ولن يبدأ من فراغ، وأنه سيواصل ما كان قد عمله، يعني المسار الذي كان يمضي عليه سلفه. ثانيا، أن الأمم المتحدة لم تتدخل في اليمن إلا بموجب قرارات الأمم المتحدة، كيف يمكن تجاوزها وهي السبب لوجودها؟
يعني القرار 22/16 أحد المرجعيات، والقرارات الأخرى التي تعترف أيضا بالحوار الوطني وبالمبادرة الخليجية. هنا الأمم المتحدة يعني ستكون في حال يعني تبحث عن مسوغ قانوني تبني عليه جهودها في اليمن لو تجاوزت هذه المرجعيات. نعم. طيب يعني هل هناك فرص لعودة المسار السياسي يعني في ظل التعقيدات، وأيضا في ظل رفض الميليشيات الحوثي إذا ما كان الإطار الأممي يعني فقط ملتزم بالثلاثة المرجعيات ولا يخرج على هذه المرجعيات، خصوصا أنهم رفضوها كثيرا من قبل؟ ما الضامن هذه المرة للمبعوث الأممي كي يعلن إطار و يعني هو يعرف الطرف الآخر يرفضها تماما؟ طبعا نحن يعني الحكومة تقبل بأي جهد لإحلال السلام في اليمن انطلاقا من مسؤولية الأخلاقية، وأيضا السلام هو خيار الشجعان. الميليشيات هي ستخضع ابتداء لعملية تعزيز الثقة والمتمثلة في إطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسرا، وعلى هذا سيترتب ما بعده. ممكن يحصل لقاء ويفشل من أول يوم، أو يستمر لمدة 100 يوم كما حصل في الكويت، وفي الأخير لا يمكن لهذه الميليشيا أن تلتزم بأي اتفاق أو تفاهم يتم التوصل له معها. إذا تكرم بالبقاء معي سيد فيصل، أذهب لضيفي الآخر من عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع. سيد عبد الناصر، يعني أنت كنت قد أشرت أن المبادرة الخليجية قد لا تكون حاضرة في الإطار التفاوضي القادم لأسباب وضحتها، ولكن ضيفنا الآخر مستشار وزير الإعلام يؤكد أن الإطار سيكون وفق المرجعيات الثلاث ولن يخرج عليها بناء على تصريح المبعوث الأممي في هذا الجانب. يعني تصريح المبعوث الأممي من الطبيعي أن يصرح بهذا الشكل، لكن أي مفاوضات في العالم كله تأتي توجد مرجعياتها إن كان هناك ظروف مواتية لنجاح هذه المفاوضات، لكن في الوضع اليمني ليس هناك من أي إمكانية لأي عملية لتسوية سياسية نظرا لطبيعة الأطراف المتصارعة. الطرف الحوثي لديه مشروعه الخاص، ومشروعه الخاص لا يمكن له أن يكون جزء من عملية سياسية. هذه حركة شمولية تسعى لأن تستفرد بالحكم وستقبل بشكل من أشكال الشراكة الشكلية للآخرين، لكنها لن تقبل بأن تتراجع عن المكاسب التي كسبتها إلا بالقوة العسكرية. وفي المقابل ليس هناك من مشروع دولة، مشروع مشروع دولة يواجه الحوثيين. هناك مشاريع صغيرة للرئيس هادي، مشروع الصغير الخاص، الحزب الإصلاح لديه مشروع الخاص، السلفيين، الانفصاليين الجنوبيين، الجهويين الكثر الذي الآن انتشروا في كل مناطق اليمن. وبالتالي ليس هناك الآن صراع بين مشروع الدولة والمشروع الحوثي الذي هو المسيطر على الجزء الكبير من سكان اليمن وبما فيها العاصمة. أما الحديث عن المرجعيات، المرجعيات كما ذكرت لك أخي خاصة المبادرة الخليجية انتهت تماما. المبادرة الخليجية انقلب عليها الرئيس هادي والحوثيين في سبتمبر 2014 عندما أنهوا حكومة الوفاق، لأن حكومة الوفاق هي أساس المبادرة الخليجية. والأمور الأخرى هي لا فروع من هذا الأساس، الأساس التقاسم السياسي الذي تم في 2012 وهذا الذي قامت عليه المبادرة الخليجية. عندما سيطر الحوثيين على صنعاء وأتوا باتفاق السلم والشراكة والذي كان تفاهمات بين هادي وبن عمر والحوثيين، أنهوا بذلك المبادرة الخليجية، وبالتالي الحديث عن المبادرة الخليجية ليس له أي معنى من الناحية الفعلية. مؤتمر الحوار، نعرف مؤتمر الحوار كيف تم سلقه وكيف تم إخراجه، وبالتالي لم يكن هناك مؤتمر حوار، كان هناك مشروع لتقسيم وتفكيك الدولة اليمنية عبر مؤتمر الحوار.
وحصلوا عليها الذي خططوا والذي هندسوا مؤتمر الحوار، حصلوا على هذه التخريجة وهي تخريجة الفيدرالية، لكنهم لم يستطيعوا تطبيقها، وبالتالي الآن هم يحاولوا استعادة هذه العملية عبر توهما منهم بأنهم أيضا سيطبقوا مخرجات الحوار التي هي كما ذكرت لك ليست إلا لتقسيم الجمهورية اليمنية والعودة عن وحدة 22 مايو، وهذا أيضا الظروف لن تسمح بحدوثه على الرغم من الوضع الحالي المهتري للدولة اليمنية. نعم. إذن الذي أصبحت في حكم المجزأة. نعم. رغم أن البعض يعتقد بأن هذا التجزئة هذه التجزئة طبعا هي أشبه بتطبيق مخرجات الحوار. نعم. التقسيم الفعلي الحالي للسلطة رغم أنه لا يشبه ما أرادوا في مؤتمر الحوار. نعم. ولا يمكن أيضا أن يتم تطبيق فكرة الأقاليم الستة وفقا لمخرجات الحوار وما أتى بعده لأسباب كثيرة. نعم. الواقع سأعود إليك سيد عبد الناصر، سأعود إليك، أذهب لمستشار وزير الإعلام فيصل العواضي. سيد فيصل، نسأل هنا، هل اطلعت الحكومة على الإطار التفاوضي الذي قدمه المبعوث الأممي؟ طبعا لقاءات المبعوث الأممي بالرئيس هادي إلى آخر لقاء كان لا هناك إلا يوجد أي بديل عن المرجعية الثلاثة الملتزمة بها الحكومة والأمم المتحدة. ثانيا أن الخطاب هذا الذي يروج له عبد الناصر المودع هذا المرتد، هذا خطاب عدم تضليل الشعب وإلباس الحق بالباطل، وأنتم وهو تساهمون في إشاعة هذا الخطاب المغرض الذي لا يبني واعي، يدمر فقط. سيد فيصل، يعني هنا نحن يعني لن نتبادل مهاترات بين الضيوف، ولكن قطع الاتصال. إذن هو تهرب واضح من مستشار وزير الإعلام عن الرد والقبول بالنقاش بلغة هادئة. إذن نعتذر مشاهدينا عن اعتذار مستشار وزير الإعلام فيصل العواضي عن استكمال المشاركة، ويبدو أنه أغلق الخط. نذهب لضيفنا الآخر سيد عبد الناصر المودع المحلل السياسي. سيد عبد الناصر، يعني لعلك استمعت لمستشار وزير الإعلام، ويعني التوتر هو كما هو واضح متوتر زاد عن اللزوم، ولكن سنستكمل معك يعني باعتقادك، يعني ما هي فرص عودة المسار السياسي، خصوصا أن هناك تعقيدات سياسية وأيضا تطورات عسكرية طرأت مؤخرا؟ يعني يمكن تخيل سيناريو معين بأن المبعوث الأممي في حال وضع إطار يختلف عن صيغة المفاوضات السابقة يبدو أن الحكومة سترفض هذا الإطار، وسندخل في جدل من أن بعض الأطراف سترفض الإطار الجديد، لأن الإطار السابق كان إلى حد كبير ضمن رغبة السلطة الشرعية، سلطة هادي، هذه كانت هي رغبتهم بأن يكون الحوار فقط عبارة عن ما يسمى الانقلابيين والسلطة الشرعية، لكن أي صيغة جديدة بمعنى أن يتم استدعاء أطراف أخرى وأن تكون هذه الأطراف ممثلة الآن، يعني لاحظنا المبعوث الأممي التقى بقوة تمثل الحراك الانفصالي وغيرها، يعني على أكثر من مستوى، وعلى الحراك الانفصالي الذي يمثله المجلس الانتقالي، وهناك حراكات أخرى التقى بها، فمجرد الالتقاء بهذه الأطراف يجعلنا نخمن بأنه ربما يضع مثل هؤلاء ضمن الإطار التفاوض الجديد. أيضا التقى بأطراف في صنعاء أيضا تتبع الحراك الانفصالي، يتبع الحوثيين وغيرهم، وبالتالي الصيغة في حال كانت الصيغة
لا تتماشى مع ما يريده هادي و الأطراف الممثلة له في حكومته. في هذه الحالة قد يرفضون هذا الإطار، وبالتالي سندخل في هذه المهاترات، أو في هذا الطرف يرفض وهذا الطرف يقبل حتى مجرد الإطار. أما إن كان الإطار نفس الإطار السابق ففي هذه الحالة كيف نفترض بأن هناك إطار جديد سيعرضه على مجلس الأمن. نعم. في كل الأحوال تعقيدات المشكلة اليمنية كبيرة جدا، وليست بالشكل الذي أحيانا يعتقده حتى الوسطاء وحتى المراقبين من الخارج. يعتقدون أن الوضع في اليمن أسهل عندما يلتقون ببعض الأطراف ويسمعون منهم كلام جميل وحسن النوايا وتعبير عن رغبات بالسلام في عموميته، لكن عندما يدخلون إلى عمق المشكلة يواجهوا هذه التعقيدات كلها. نحن كما ذكرت لك في واقع مجزأ تماما، هناك أطراف كثيرة أصبحت لها مصالح رسختها على الأرض، لا يمكن هذه الأطراف أن تتنازل عن مصالحها لصالح الدولة اليمنية، لصالح الدولة اليمنية التي هي مؤسسة الدولة اليمنية. ولهذا ليس هناك من إمكانية على الأرض تسمح بالاعتقاد بأن هناك مفاوضات جادة ستحدث. ربما في أفضل الأحوال أن ينجح المبعوث بجمع الأطراف إلى طاولة المفاوضات، يعني هذه ربما تكون خطوة نجاح هائلة. أما قضية إجراءات بناء الثقة، حتى هذه ليست واردة وفقا للمعطيات الحالية. الحوثيين منذ البداية رفضوا وسيرفضوا وسيستمروا في رفض الكشف حتى عن من لديهم من المختطفين والمحتجزين، وفي نفس الوقت أيضا القضايا الأخرى مثل فتح معابر أو قضية ميناء الحديدة، قضية مطار صنعاء، كل هذه القضايا الأطراف كلها ليست مستعدة لأن تقدم الخطوات في اتجاه بناء الثقة. إذن أشكرك جزيلا على هذا الإيضاح سيد عبد الناصر المودع المحلل السياسي، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان. يبدو أن مستشار وزير الإعلام عاد مرة أخرى سيد فيصل العواضي. سيد فيصل، هل لدى المبعوث الأممي ضمانات دولية تضمن إنجاح هذه المفاوضات؟ طبعا يعني الضمانات الدولية هي تتمثل في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي عالجت القضية من أول يوم، ونحن لازلنا نطالب بأن القرارات هذه لا تتحول إلى قرارات براءة ذمة. لكن خيارنا كحكومة يعني هي خيار النضال لاستعادة شرعيتنا، والآن المشروع الحوثي أصبح يلفظ أنفاسه الأخيرة، أصبح الحصار مطبق على صعدة وعلى ما تبقى في أيدي الحوثي، لم تبقى إلا يعني مسألة النصر صبر ساعة كما يقال في ثقافة المواجهة. يعني والعالم كله يعترف في وجود دولة عضو الأمم المتحدة في الجامعة العربية في كل المنظمة الدولية والإقليمية، ولم يتراجع على الاعتراف بالحكومة الشرعية اليمنية قيد أنمله. أما الذي يقول أن كل شيء قد انتهى، هذا وهم باطل وخطاب عبثي لا يمثل أي ذرة في ميزان الحقيقة. نعم. طيب بالنسبة للحراك الجنوبي يعني وبالتحديد المجلس الانتقالي الجنوبي، يعني هل سيكون له دور أو سيكون طرف في أي مفاوضات قادمة، خصوصا أن إعلان المبعوث الأممي وأيضا يعني تحديدهم أنهم سيكونوا جزء من أي تسوية أو حوارات قادمة، وأيضا التقاؤه بهم في ورش عمل في تونس؟ طبعا المبعوث الأممي عندما التقى هو قال من باب الاستماع لكل اليمنيين أيا كانوا، أي أطراف يمنية هيستمع لها، لكن جولة المباحثات لن تكون إلا بين الحكومة الشرعية والانقلابيين، لا
لانه كما قلت لك قرارات الامم المتحده يعني مساعي الامم المتحده هي مبنيه على القرارات الدوليه، والقرارات الدوليه حددت معالجه اي مشكله في اليمن، يعني هي مشكله الانقلاب الذي نشات عنها عده مشاكل وهي انعكاس لها. اذا انتهى الانقلاب فكل المشاكل ستنتهي، وسنمضي بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبناء الست الاقاليم التي اصبحت الان شبه قائمة يعني وفي خطوات، والشعب أصبح نفسيا خلص حسم أمره وأصبح يتعامل على أساس من هذه الأقاليم. نعم، إذن أشكرك على الإيضاح مستشار وزير الإعلام فيصل العواضي، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نصل إلى ختام حلقة الليلة بهذا القدر، وأشكر أيضا أشكر ضيفي في الحلقة، ومشاهدينا هذه ستكون آخر حلقة، سنلتقيكم بعد الشهر الكريم بإذن الله، شهر كريم وكل عام وأنتم بخير، وحتى الملتقى نترككم في رعاية الله.